صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا بلبنان وبكل انحاء العالم. حنوعدكم مع ايت سمارت اليوم معي رندا فهد واليوم بدنا نحكي عن الغدة. صباح الخير رندا. صباح النور. كيفك اليوم؟ كثير منيحه. اول شيء بحب عيدك من بعد الاعياد ما شفنا بعد ما التقينا. واليوم موضوع مهم كثير لانه لما يكون عندنا مشاكل غده اوقات اكيد ناخذ ادويه، لازم ناخذ ادويه، واوقات الادويه يمكن لا دائما لازم ناخذهم، ولكن في ناس كمان بياخذوا سبلمنتس مع هالادويه، هل لازم ناخذهم ما ناخذهم اتسترا؟ واكيد نبدا مع خبريتك اليوم. 100%. انا كمان بحب عيدك وبقول لك سنه مباركه عليك يا رب. وهيك سنه سلام وفرح ان شاء الله يا رب. انا بنذكر المشاهدين دائما يتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك تكونوا عم بتتابعوني. اليوم خبريتي لها علاقه بالاناناس الباينابل. بعد في عالم تاخذ اناناس لتكون عم تضعف، بدوي بالشحم هل هو رح يكون عم يساعدنا لانقاص الوزن؟ اكيد رح دغري اولى من الاخر على اكيد لا. هلا قولي ليش انا بدي احكي عن الاناناس؟ بس مفيد. كثير مفيد. غير انه هو طعمته طيبه وهو فريش. الاناناس مفيد لانه رح احكي على ثلاث اشياء موجودين فيه. هو طبعا موجودين فيه البوليفينولز، موجودين فيه الاسكوربيك اسيد اللي هو الفيتامين سي اللي نحن عم نحكي عنه، كمان موجودين فيه الفلافونويدز. فاذا هو عنده مزيج من كل هول اللي بنقول لهم موانع تاكسد. وبين الدراسات انه الاشخاص اللي هن على طول بياخذوا بياكلوا اناناس كان عندهم الكريات البيض عندهم كانت اعلى من غيرهم. فاذا شو شغلتها هالكريات البيض؟ هي اللي عم تحارب وتبين انه في محاربه للفيروس والبكتيريا. فاذا هو كان عم يحمي الجسم من لانه الأمراض. في فيتامين سي ولا كل هولي مجموعين سوا. وكمان الفيتامين سي مثل ما بنعرف قديش هو مهم لجهاز المناعة وقدي هو مهم أكيد. للكولاجين وللجلد. فإذا هيدا كله مجموع سوا. بس كمان نعرف انه بقلب هي كمان خبريه عن الاناناس انه نعرف انه هو في ماده اسمها البرومالين. هاي البرومالين هي الماده اللي بتساعدنا نهضم. فهي مزبوط دغري بنهضم. اكزاكتلي. فهي بالتحديد بتساعد. مزبوط بتساعدنا نهضم، وخصوصا هي بتشتغل على البروتين، على الاكل اللي بيحتوي بروتين اللي نحن بناكله. بساعده ليكون عم يتقصقص وليكون الجسم عم يكون عم يمتصه. مشان هيك نحن هون عند تناول وقت نتناول الاناناس بساعد هالشيء على انه نكون عم نهضم، طبعا حسب نوع الاكل اللي نحن عم ناخده. ومشان هيك ستيفاني هي فكره انه وقت تكوني عم تهضمي ما بتحسي حالك ثقيله، فهي من هون اجت فكره انه فاذا هيدا الشيء رح يكون عم يساعدك لانه تضعفي. بس بالفعل هو انت حسيتي حالك خفيفه وبنك متقلي لانه طيب الكالوريات كثار. هلا الكالوريات بالاناناس فينا ناكل كذا شقفه ولا أوكي. رح اقول كيف نحن بدنا نقسمها ونقطعها لتطلع كبايه. هلا كبايه الاناناس تقريبا الكب اللي هو 200 ملليلتر بيبقى الكب بيحتوي على 22 جرام من النشويات. فاذا 22 جرام هي اكثر من وقت احكي تفاحة. انا على التفاحه اللي هي حجم طابه التنس اكثر بشوي. فهون هي بتحتوي تقريبا 80 ل 90 وحده حراريه. هيدي الكبايه منا عاطله، بالعكس بناخذها وفريش و90 وحده حراريه. هي فيري نايس سناك من الفواكه اللي لها كثير كثير حسنات. هلا لمريض السكر مشان هيك نحن هون لازم نذكر هالشيء انه هي احتوت على هال 22 جرام من النشويات، فهو بده ياخذها كجزء كامل من النشويات يلي من النشويات اللي هو بيطلع له بيه خلال النهار. فاذا بناكلها بتجنن، كثير مفيده، ما بتضعف، وبدنا ننتبه للكميه مثل كل شيء بهالدنيا. اوكي جريت. خلينا نرجع لموضوعنا عن الغدة رندا والسبلمنتس. هلا يعني غير الأدوية هل فينا ناخذ سبلمنتس؟ أول شيء اللي بدي يعرفوا العالم إنه نحن وقت يكون عندنا مشاكل بالغدة الدرقية يعني عندك الهرمونات اللي هن بيعملوا لهم فحص T3 T4 TSH عم يكونوا ملخبطين. هو فحص دم.
بالفحص الدم منهم عم يشتغلوا مزبوط، لكن هون نحن اكيد الاتجاه دائما بدنا نروح عند الطبيب، وهو الطبيب بده يقرر نحن شو بدنا نعمل، واكيد هون اللي بده يقرره هو بده يعطي دواء، اللي هي شغله انه تكون عم تشتغل كيف هالهرمونات. اذا هن ما عم يشتغلوا مزبوط هن بيراجلجون، هن مثل عم يراجلجوا كل شيء ليكون ظابط بخلال هيدي الغده. فاذا ما في انا اجي اقرر انه يمكن اخذ الدواء يمكن لا. وانا اليوم عم بحكي الموضوع ستيفاني لانه بالحقيقة بتشوفي عندك ما بدي اخذ دواء، شو لازم اخذ سبلمنتس بدل الدواء؟ اما اخذوا الدواء على شهر رجعوا قرروا يوقفوه، هيدا منه ابدا لعبه. هون نحن بدل ما هي الغده عم تشتغل بحد ذاتها، اذا هي ما عم تشتغل عند الدواء اللي هو عم يشتغل عنا خلص ما في. شو بيصير اذا الغده ما اشتغلت هيك بريفلي؟ هلا هون بصير عندنا تعب، ارهاق، بصير عندنا مشكله كونستيبيشن بتكتم المعده، بصير عندنا مشاكل بالقلب، بصير عندنا زياده بالوزن، بصير كثير بتعمل مشاكل هون. وقت نحس هالتعب اللي منه طبيعي، هالارهاق اللي عم ناخذ وزن ما عم نعرف ليه، هون صار وقت نروح نفحصها لهيدي الغده. هلا طيب نحن هون هل في اكله انا بدي اكلها حتى هيدي الغده انه شفت انه فيها هالمشكل تشتغل اضبط؟ اول جواب هيك اكل بحد ذاته رح اقول لا. نحن الاكل الصحي اللي بينطبق على كل شيء، ناكل الفواكه، الخضره، البقوليات، البروتينات، انه ناكل الحبوب، ناكل حليب المشتقات، الاكل الزيوت الجيده، هيدا اللي بينطبق على كل العالم. هل في اكل ما لازم ناكله؟ ايه هلا هون. وهل في سبلمنتس مثل ما بلشتي انت الحلقه؟ اللي نحن بنعرفه انه دائما نحن حتى تكون الغده عم تشتغل منيح لازم نكون عم ناخذ كميه يود كافيه، الايودين. ونحن بنعرف انه الايودين بالحقيقه هو موجود بالاسماك، يعني مشان هيك بنخاف عند الاشخاص اللي ما بياكلوا ابدا ماكولات من البحر انه يكون عندهم الايودين ناقص. الملح لانه اتس ايودايز بينزد له كمان. وملح البحر مفروض يكون فيه ايودين، وهو بيكون ايودايز يعني بنزد له الايودين. هلا الايودين مزبوط بتساعد شغل الغده، خصوصا الامراه الحامل. هلا صرنا عم نطلب انه تاخذ سبلمنت ايودين لانه بين قد هو مهم لدماغ البيبي. ولكن اذا انت عم تاخذي الدواء اللي هو اجباري تاخذيه كرمال الغده، ما بدي تاخذي معه سبلمنت ايودين. لانه هون اول شيء انت ما بتقعدي بحاجه له لانه عم تاخذي الدواء بلا طعم يعني. اكزاكتلي. بس ثاني شيء اذا عم تاخذيه، وهلا بدي اذكر كل كذا سبلمنت، اذا نحن عم ناخذهم اللي رح يصير انه رح ياثروا على امتصاص الجسم لهالدواء، فما بيعد فعاليته 100%. اوكي. هلا لروح من على اكل ثاني اللي هو الصويا. كمان عندنا الصويا تبين، لكن الصويا هي شغلة كتير مهمة لشغل الغدة، ولكن تبين هون انه نحن اذا اخذنا سبلمنت الصويا، خصوصا اذا نحن عم ناخذ كمان الدواء عم ياثر عليها سلبا. وحتى انه نكتر من تناول الصودا، هي الصويا منا كتير منيحة للغدة. وفي عندنا انواع من حليب الصويا بمناطق معينه بالعالم، استراليا ونيوزيلند، هولي نشيلوا من السوق لانه تبين انه هن عم يأذوا. مزبوط عم يأذوا. من هون بدي اروح لشيء اللي بنقول له الكلب، كلب اما سيويد، يعني هي عشبه البحر. فعم نفكر مع بعضنا عشبه البحر يعني عم تحتوي كثير من اليود هون الايودين. كمان هون ما بدي اخذها سبلمنت لانه اللي عم بحكي عنهم هن اكل كثير صحي، بس بهالمرحلة كيف أنا ما في حتى لو سبلمنت. مش سبلمنت ما فينا ناكلهم؟ بلا، اللي بدي أقوله إنه نحن فينا ناكلهم. أوكي. ما بدنا نكتر من تناولهم، ناكلهم عادي يعني. أوكي. شربت فنجان أوكي. حليب صويا، بس مش العلبة أما أربعة فنجين. واللي عم بذكرهم بده يكون في فرق بين تناولهم والحبة الدواء تقريبا أربع ساعات، هول الأكلات اللي عم بذكرهم. مشان هيك بنعرف اللي بياخذوا حبه الدواء بيطلب منهم الطبيب ياخذوها على الريق ويتركوا شويه وقت قبل ما يتناولوا باقي الاكل. اوكي. فاذا هون صار عندي حكيت عن هالاشياء. بدي احكي عن كمان السيلينيوم. السيلينيوم شغله كثير منيحه، فاذا انا اللي عم بقوله هن كل السبلمنتس كثير منيح للغده، ولكن وقت نكون عندنا المشكل وعم ناخذ دواء ما في اخذهم سبلمنت. السيلينيوم موجود بالناتس، موجود كمان بالبقوليات، نحن بنعرف هالشيء.
بناكله باكلنا عادي بكميه محدوده، بدنا ناكله بعيد عن تناول الدواء وما بدنا ناخده سبلمنت. نفس الشيء اذا بدي احكي على الزنك اللي هو بالاصل الزنك موجود تقريبا بكثير ماكولات ستيفاني، يعني اذا العالم ما بتعرف الزنك موجود بالدجاج، الزنك موجود بالسمكه، الزنك موجود بالعدس، فاذا هو موجود بهالاكلات مش ضروري ناخذ سبلمنتس، ما ضروري نكون عم ناخذ سبلمنتس منه. بس هو وقت كورونا لجهاز المناعه مزبوط، بلشنا ناخذ زنك، بلشنا ناخذ فيتامين سي مزبوط. يمكن حتى نحن نقول بلكي كان في نقص كمان. اكيد بلكي كان في نقص بجسم بيكون هو عطانا حاجتنا اللي بنيها، بس نحن هلا اليوم عم ناخذ دواء بنخاف ما يكون في انتراكشن بيناتهم، مشان هيك نحن عم ننتبه. بضل عندي شيء بالمأكولات كمان العالم هون بتخاف منه، اللي عنده مشاكل الغدة، اللي هي الملفوف وفئته، اللي هو الملفوف والبروكولي وكمان الكيل. هلا هول المأكولات هن وقتها كتير نكتر منهم اللي عنده افراط بحركه الثايرويد الغده، هول بيأثروا، يعني معقول هن يكبروا الغده اذا كثير كثير عم ناخذ منهم. فاذا نحن بس لذكركم المشاهدين بالاجمال نحن ما رح نوصل مرحله ناكل منا الاوفر دوز بالاكل، يعني ما رح نجي اليوم ستيفاني ناكل ملفوفة كاملة، ما رح نجي ناكل ثلاثة مثل ما بيقولوا بانشز من الكيل. هلا بس اللي مشان هيك بنحكي انه الافضل نتفادى؟ لا هيدي حلو كثير هالسؤال، لانه كثير عالم بخافوا وبيتفادوا. هيدي تفادي الاكل انا وبالدراسات كلها هلا خلال السنين ما بتحبسوا عم تكون مشكله كثير كبيره، لانه العالم صار فيه خوف من الاكل، والخوف من الاكل عم يؤدي لمشاكل كثير كبيره، وعم يؤدي لنصير نقطع وما نقعد ناكل كثير من الاكلات، وهيدا كان نفسيا ما عم يكون منيح، لانه بصير اذا اكلنا الاكله اللي نحن بنفكر منا منيحه نتوتر 100%، وبنفس الوقت عم نكون عم نشيل اكلات اللي هي صحيه. انا اليوم ذكرت كل اكل صحي مزبوط اما لا؟ مزبوط يعني 100% كل الاكل ما في شيء بيضر، ما ذكرت اللحمه، ما ذكرت غير قصص يعني اللي بنسمع عنهم وذكرنا منهم يعني هذيك اللي بنعرفه وعم نبتعد عنهم. فاذا كمان بدي ابتعد عن الاشياء اللي هي صحيه وما عاد اكل منها مش مزبوط. في قصص ما لازم ناكلهم؟ لا فانا هون حتى هودي سوري ستيفاني لكمل الفكره، انه اذا باكلهم باكل نهار سلطه ملفوف، ثاني اليوم عملنا تبوله، ثالث يوم عملنا خس، هيدا هو اللي نحن بدنا ناكله. واللي كنت عم بقول اكزاكتلي انه هول المأكولات لانه هن هالقد عم يكونوا صحيه، مشان هيك عم ينعمل منهم سبلمنتس. فانا هون هو الفكره انه اكيد ما بدنا ناخذهم سبلمنت، لانه بيكون الدوز تبعهم كثير كثير عالي ومركب. والفواكه فينا نتناول عاديه. هلا بدي ارجع سالتيني، فاذا هل انا بدي خاف من اكل معين؟ اكيد لا. هل انا من رايي في اقرر اخذ دواء او ما اخذ دواء؟ اكيد لا، هو الطبيب ياخذه مزبوط، وهو بيقول لك لقديش فتره، هو بيقول لك اذا لكل حياتك اما مش لكل حياتك. وعلى كل حال في اوقات عندنا فينا في تجربه للدواء، يعني في تجربه يمكن على شهر شهرين ورجعت الغده اشتغلت لحالها، يمكن يوقفوا الحكيم يعني ما في شيء مزبوط. يعني مثل ما قلت لازم نجرب مزبوط، ما مش نجرب لحالنا، هو استشاره الطبيب، وهو بيرجع بيشوف هل انا لازم في يعني يوقف الدواء يمكن لمدى العمر كمان. بنوقف بعد فتره بنعمل فحص، اذا لا شفنا صار في تلخبط لا بده يرجع يقول لك خلص انت لازم تكوني عم تاخذي هالدواء. فاذا هون دائما غذائيا اول شيء اذا عندي مشكله صحيه استشاره الطبيب هي كثير مهمه، بعد ما نحن نعرف شو بينا، بعد ما نحن نعمل فحوصاتنا كامله نشوف شو هن هالفحوصات، ساعتها هون دور اخصائيه التغذيه لتكون عم تعطي الاكل اللي هو مناسب وضروري. ثانك يو رندا، هلا، هاف ا بليس داي. شاهدينا وقفه وانا برجع بشوفكم على 11 بواتس كوكينج.